بوسي الرجالة يستحقوا الضرب، وأكبر تنازل قدمته العمل في ملاهي شارع الهرم. هسألك في الخبر ده جزئين. أول حاجة، أنت يعني التصريح ده عدواني قوي. لا أنا اللي قايلة كده؟ أنت اللي قايلة كده، قلتيش ده؟ ده خبر منشور عنك. ما هو بصي، منشور عنك والله. والله عمري ما قلت كده. أنا أقول كده ليه؟ وأنا أساسا يعني حتى في كلامي ببقى يعني ببقى حذرة في كلامي، في أي تصريحات على لساني ببقى واخدة بالي منها قوي، ما بقولش أي كلام وخلاص. لا ليه الرجالة عايزة الضرب ليه؟ ده تصريح تلفزيوني ليكي. تلفزيوني كمان؟ في برنامج معين على قناة معينة. لا والله لا، ما افتكرش. أو ممكن يكون في مرحلة معينة، خلي بالك، ما أصل كل مدى أنت تفكيرك بيختلف. 7 أو 8 سنين مثلا فاتوا. طب ما هو ده برضو كان ممكن يكون في عز المشكلة اللي أنا كنت فيها. كنت شايف إن هم يستاهلوا الضرب. ممكن. دلوقتي. ما هو أصل بصي، كل راجل يا في راجل بيديكي فكرة سيئة عن الرجالة كلها، وفي راجل بيخليكي تبقي حابة الرجالة كلها. دلوقتي بصي إيه؟ طبعا لا يعني لا، ما عنديش الكلام ده خالص والله، لا أبدا. لا أنا بصي دلوقتي، أصل الراجل ده حاجة مهمة في حياة الست. هو أبوكي، هو أخوكي، هو جوزك، هو ابنك، فحاجة مهمة طبعا. الرجالة ليه عايزة الضرب؟ مش كل الرجالة وحشة، ومش كل الرجالة حلوة. زي ما في ست كويسة، في ست عايزة الضرب. صح. وزي ما في رجالة وحشة، في رجالة مفيش أنضف من كده. صح. وقليلين قوي في الزمن ده على فكرة، قليل قوي أما تلاقي راجل فعلا راجل بجد بمعنى الكلمة، في صفة الرجولة والجدعنة والتضحية والحنية، وإن يبقى ظهرك وسندك، ويبقى كل الصفات دي قليلة قوي في الزمن ده انك تلاقيها في راجل. طيب الجزء التاني من الخبر ده، ليه بتعتبري ان شغلك في شارع الهرم تنازل؟ هو مش شارع الهرم ده اللي عرف السبك بيكي وعرف الناس كلها بيكي؟ لا انت قلتي كده، قلتي شغلي في شارع الهرم تنازل. لا انا ما قلتش تنازل. وان انت ندمانه. انا ندمانه ان انا اشتغلت فيه. ليه؟ كل طبعا. الفنانين او مش هعمم يعني مش كلهم، بس نسبه كبيره قوي بداوا في شارع الهرم. مفيش مشكله، بس هو بصي، هو في ميزه عندي واحده، ان هو علمني ان انا اتعامل مع الناس، خلاني عندي خبره في التعامل. يعني انت ندمانه ولا لا؟ لكن انا بصراحه انا ما كنتش حابه ان انا ابقى موجوده بشتغل في الاماكن دي. ليه؟ حاجه مش ما تعبنيش. ليه ما كنتش حابه. مش شبهي. إيه فيها؟ مش شبهي. شفتي فيها ايه؟ حاجات كتير بقى مش لازم الواحد يقولها، بس مش شبهي. ايه اللي حصل في الاماكن دي ضايقك؟ ملاهي ليليه عايزه يحصل فيها ايه؟ ملاهي ليل، ناس بتسهر ونبتع، بس انا كنت بطلع باكل عيش، كنت عيله صغيره باكل عيش مش اكتر. بس ما كنتش عايزه استمر فيها. ما كنتش عايزه استمر فيها. ما هو في بقى اللي بيخليكي تستمري، في اللي جبرك على الشغلانه، اللي انت مش شغاله بمزاجك، شغالة غصب عنك. شغالة بالإكراه؟ طبعا. عمرك اتضربتي عشان تنزلي الشغل؟ خدتي علقة عشان تنزلي شغل؟ مش حكاية علقة، بس خناق وضرب وإهانة. إهانة. فعايزاني أحب الشغلانة دي ليه؟ يعني أحب المهنة أو أحب شغلي في الأماكن دي ليه؟ إذا كانت بتشتغليها غصب عنك وبتروحيها إجبار. عانيتي يا بوسي؟ كتير قوي. كتير. أقول لك على حاجة، أنا الحمد لله أنا لسه في عقل من اللي أنا شفته في حياتي. الزهايمر ده من الحاجات دي كلها؟ لا مش الزهايمر، أنا لسه في شوية عقل. يعني لو واحدة غيري أو شافت اللي أنا شفته كان زمانها لسعت أو ماشية على الله في الشوارع. معقول؟ والله العظيم الناس أو مكاني في العباسية مستشفى المجانين، أو واحدة بتمشي كده في الشارع كده، أنا حصحص وحصحص أنا اللي بعده.